التالت اسمه سولانو ستيل. وده في منطقة اسمها الاندوديرمس حوالين منطقة البس. انا عندي المفروض الاندوديرمس اللي هو الطبقة الاخيرة في منطقة الكورتكس قبل بداية الستيل، ده اساسي موجود. وفي كمان قبل البث او منطقة النخاع في موجود طبقة تانية من الاندوديرمس. يعني السولانو ستيل بيحتوي على تو اندوديرمس. النوع الرابع من الستيل اسمه الديكتيو ستيل. وده شبه البروتوستيل بالظبط، بس الفرق بينه وبين البروتوستيل انه بيحتوي على البث، والفاسكولار باندل فيه حوالين الرنج او متقسمة في شكل رنج كده. النوع الاخير اسمه dissected سيفانوستيل. وده الفرق بينه وبين الانواع اللي قبل كده هو الى حد ما قريب من الاكتوفلويك سيفانوستيل، بس الفرق بينه وبينه انه فيه نيوميرس فاسكولار باندل، لكن الاكتو كان سنجل او كان كولاترال فاسكولار باندل. وبتبقى في شكل ارك او قوس من الزيلم والفلوي. هنرجع بقى نتكلم عن الستيم او الساق كتكملة لبعض الاجزاء اللي باقية فيه. عندي الستيم ممكن ينمو لأعلى فيعمل لي strong supporting tissue زي التريز، يعني يعمل لي دعامة قوية، او يبقى weak stem ما يقدرش ينمو لأعلى وده بيحتوي على كمية قليلة جدا من supporting tissues فبيبقى اسمه climbing step او ساق متسلق، يعني لازم يتسند على حاجة. ودي كانت جزئية بسيطة بالنسبة للستيم. بعد كده عندي في موديفيكيشن هيحصل للستيم عشان يديني انواع تانية، فيديني حاجة اسمها السبترينان اورجانز. والاورجانز دي بتبقى عبارة عن ستورج تيشوز او ستورج اورجانز تحتوي على لارج اماونت اوف ريزيرف فود ماتيريالز، وزي ما قلنا هي عبارة عن موديفيكيشن للستيم. يعني البيز عندي او الاساسي عندي ان الستيم زي ما خدناه قبل كده شكله طويل، احيانا بيحصل موديفيكيشن لخلايا الستيم فتديني الاشكال اللي قدامنا دي. موديفيكيشن ده ممكن يكون على شكل ريزوم، ودي بتبقى كريبنج ستيم، يعني ستيم زاحف في نودز برضو وانتر نودز وبيحمل اوراق ليها قشور زي الجينجر او نبات الجينجر او اللي هو الزنجبيل. النوع التاني التيوبر او الدرنات زي نبات البطاطس، وده ما بيحتويش على النودز او الانتر نودز اللي هي مميزة للستيم العادي، تبقى طبعا سوالون او منتفخ. الموديفيكيشن التالت يديني حاجة اسمها البلب او البصل زي الاونيون كده. وده بيكون الليفز بتاعته بتبقى فليشي او لحمية، يعني بتبقى سميكة شوية. النوع الرابع اسمه الكورم او الكورما، وده بيكون شورت وسوالون وفي نودز وانتر نودز زي نبات القلقاس.
يبقى احنا دي عبارة عن موديفيكيشن حصلت في الستيم العادي، فاداني الرايزومز او التيوبر او البلب او الكور. بعد كده هتكلم عن الروت او الجذر، فهلاقي الروت في حاجة اسمها التاب روت وحاجة اسمها الادفنتيشيس روت. التاب روت ده بينقسم الى نوعين، تاب روت معناه وتدي او اصلي يعني شديد، بينقسم الى نوعين. النوع الاول اسمه النون فليشي، يعني بيكون جاف وناشف. النوع الثاني بيكون فليشي زي ما قلنا لحمي او يعني طري شوي، وده ليه اشكال فيوسي فورم يعني بيكون مغزلي الشكل زي نبات الراديش اللي هو الفجل، او بياخد شكل الكونيكال اللي هو المخروطي زي نبات الجزر او الكاروت، او ممكن ياخد شكل النابي فورم اللي هو شكل الناب او السنة المدببة زي التيرنب او الليفت. النوع الثاني من الروتس اللي هو الادفنتيشيس روتس او العرضية، في ثلاث انواع منه. فايبرس روتس، ودي روتس بتكون عبارة عن الياف، ودي بتنمو من البيزال بارت او منطقة القاعدة بتاع الستيم زي القمح والرز. النوع الثاني اسمه البروب روت، وده بيكون دعامي، وده بينمو من الفيرست نود بتاع الستيم ويمتد لحد ما ينزل للتربة، يعني بيبقى عند الستيم، مش شرط ينمو من اسفل الستيم، لا ممكن ينمو من بداية الستيم او من اول عقدة في الستيم ويبدأ يمتد لاسفل لحد ما ينزل زي نبات الميز او الذرة. النوع الثالث تيوبرس او درني، ان البرانشز بتاعته بيحصل لها سوالون او سوولن يعني بتنتفخ زي نبات السويت بوتيتو اللي هو البطاطا. طب ايه هي الفانكشن او الوظيفة الاساسية للروت؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان الجذور الوظيفة الاساسية بتاعتها انها تمتص الووتر والنيوترينتس من التربة وتوصلها للستيم، والستيم يوصلها لباقي النبات، وفي نفس الوقت تشتغل كأنكر او كدعامة او كمثبت للنبات في التربة، وفي نفس الوقت الاشكال اللي احنا شفناها دي بتشتغل كستورج تيشوز او ستورج اورجانز وكبروباجيشن اورجانز يعني اعضاء تخزين واعضاء تكاثر. بعد كده هتكلم عن حاجة اسمها thickening او secondary thickening in old roots and stem في الدايكوتريدون بلانتس. معنى كلمة thickening المفروض ان النبات يبدأ عندي صغير جدا وبعدين يبدأ يكبر يكبر ويكون لي الاشجار الضخمة اللي بتمتد لمئات السنين. السماكة اللي بتيجي للنبات دي لها نظام معين، هو ده معنى كلمة thickening او التضخم بتاع النبات. فلاقي السكندري سيكننج ده بيحصل نتيجة حاجة اسمها الكامبيوم اكتيفيتي. منطقة الكامبيوم دي حاجتين، انترا فاسيكولار كامبيوم وانتر فاسيكولار كامبيوم. الانترا دي بتبقى جوه الفاسكولار باندل ما بين الزيلم والفلوم، يعني انا عندي منطقة كامبيوم بتكون ما بين الفلويم وما بين الزيل، دي ده اسمه الانترا فاسيكولار كامبيوم. وفي الانتر فاسيكولار كامبيوم ده بيكون بره الفاسكولار باندل خالص، منطقة تانية للكامبيوم.
الاكتيفيتي بتاع الانترا فاسيكولار كامبيوم ده بيديني حاجه اسمها السكندري فلويوم اوت سايد وسكندري زايلم انسايد، يعني بيعمل لي طبقه من الفلويوم بره وطبقه تانية من الزايلم جوه. في نفس الوقت الكورك سيلز بتنقسم عشان تديني حاجه اسمها الكورك كامبيوم او الفيلوجين، وده بيحصل له ديفيجن عشان يكون لي حاجه اسمها السكندري كورتكس او الفيلوديرم. يعني كل حاجه من الاخر بتنقسم عشان تدي طبقه كمان، فيبدا ايه النبات يتسع ويدي الاشكال الضخمه اللي بنشوفها دي. فمنطقه الكامبيوم تديني فلويوم بره، تديني زايلم جوه، وبعدين الكورك يبدا ينقسم فيديني ايه طبقه تانية وهكذا. زي ما احنا شايفين كده بعد كده هتكلم عن نوعين من انواع الاستم او الاستم الموجود في نوعين من الفاميليز بتاع النباتات، حاجة اسمها المونوكوتوليدون او احادية الفلقة، وحاجة اسمها الدايكوتوليدون او ثنائية الفلقة او ذوات الفلقتين. بالنسبة للمونوكوتوليدون ستيم هلاقي ان الفاسكولار باندل هنا كلوزد تايب، يعني ما فيهاش منطقة الكامبيا، وبالتالي ما بيحصلش فيها اللي قلناه من شوية، يعني ما بيحصلش فيها اللي هو الاكتيفيشن بتاع منطقة الكامبيوم وتبدأ تعمل لي السيجننج. السيجننج بيحصل بحاجة تانية اسمها الفورميشن اوف نيو كلوزد فاسكولار باند، يعني بيحصل تكوين لفاسكولار باند تانية وهكذا وهكذا لحد ما يحصل عملية السيجننج. الفاسكولار باند هنا زي ما قلنا بتبقى كلوزد تايب، بتبقى الريجولار يعني مش منتظمة ملهاش شكل محدد، بتبقى سكاترد يعني متفرقة في أنحاء النبات او في انحاء منطقة الاستيليا. بيبقى التمركز بتاعها في البريفري او في الاطراف مش في السنتر، وطبعا مفيش منطقة البث او النخاع. ده بالنسبة للمونوكوتوليدون ستيم. الدايكوتوليدون ستيم هلاقي الفاسكولار باندل بتاعته اوبن تايب، يعني بتحتوي على منطقة الكامبيوم، وبتبقى ارينجد ان سنجل رينج زي ما انت شايف كده عاملة رينج، يعني يبقى دي فاسكولار باندل ودي فاسكولار باندل ودي فاسكولار باندل ملتفين في خط كده عاملين رينج حوالين منطقة البث. وهنا السكندري سيكننج بيحصل زي ما قلنا قبل كده نتيجة الاكتيفيشن اوف كامبيا، لكن المونوكوتوليدون مفيش كامبيوم وبالتالي بيحصل السيكننج نتيجة تكوين ايه نيو كلوزد فاسكولار باند. اتمنى اكون وفقت في توصيل المعلومة وتسهيلها ليكم، وبالتوفيق ان شاء الله. جزاكم الله خيرا فريق عمل اسرة حياة.